حياتي دي راحت. صرت كل شيء قضيت المخدرات ما تتوقعش كذا ندمان تعاطي طريقين ما لا ثالث يا سجن ولا مو يعني عذاب التعاطي وادمان بعيد عن المجتمع بعيد عن الناس المجتمع ما يتقبلك ما تسوى عليه والله ما تسوى عليه يعني مرات كنت عدو حق نفسي بسبب التعاطي كنت عدو حق نفسي لان المواد هذه نهايتها يا عقب ضايع ولا سجن ولا وفاة ولا تدخلت السجن خلاص نسوك ما يبقى لك الا امك ولا ابوك ولا اخوانك بس غير ما حد يجيك حتى لو بعد لو قضيت عقوبتك وطلعت صعب انك تواجه المجتمع بس شوف والديك بس السجن هذا نفق مظلم ما له نهايه ما يسوى عليك اكل الحمد لله على كل حال.